حاج حسين، ايه يا ست امه؟ انا عايزه اروح الجيم. ازاي؟ اروح الجيم. ايه الجيم ده؟ الجيم يا حاج صالة العاب كده، اشيل حديد، نلعب كده رياضه شو اشمعنى يعني انت عايز تضرب العزمه كلها ولا لا يا حاج، ما ده عليا عشان اخس يا حاج، عليك عايزه اخس قبل رمضان. يعني على فكرك بفلوس ويدوق اللي تجيبيه تحطيه في بطنك لما عدت زي المعجنه في بعضك. طب ما انا عايزه اخس يا حاج. والوقت تخسي بفلوس؟ طب اعمل ايه؟ يعني وقتك بفلوس وتخسي بفلوس، مش انت اللي بتجيب وبعد لي ما وتقول تخسي لي وتنشفي تشيلي كده وتحطي فوق المكتبه؟ لا وايه يا الدنيا حاج، صغيرتك بالظبط؟ ما لا يا تفتح حاج، ما تفتح حمامك 24 مش ساعه. انت اللي بتجيب لي وتقول كله. طب مش عايز تخسي ليه؟ يعني تاكلي تنزلي تخسي تاني؟ يبقى انا عملنا ايه؟ ما انا اتخنت قوي يا حاج، خف بالوقت ما انا لو رحت، بدل ما تاكلي في اليوم 22 رغيف في اليوم كل سبعه. ما انا اضطريت على كده يا حاج عشان تقدر. وده لما اروح الجيم بقى هلعب رياضه وهاكل اكتر بس هخس. يعني الجيم ده هتديك بناك اسم الجيم هناك وهتديك الجيم دي بقى؟ صاله العاب يا حاج، بنلعب فيها رياضه، بنشيل بحسب حديد. تمسك انت بالشيرة وتجد بجيم كده على الحيط. لا لا يا حاج، شفت مركز الشباب بتاعنا اللي عندنا ده؟ في بقى صاله العاب كده، بنروح وندفع فلوس ونلعب فيها. فلوس قد ايه؟ اشتراك مش عارفه لسه، هسأل نشترك فيه. طب هتبطل وجل؟ ده الرياضه بتخلي الواحد ياكل اكتر. يعني خاب من ناحيتين. مش العاب يا حاج ورياضه، بدي العب طب رياضه ماشي لازم اعوض. طب بطل واكل من ناحيه والعبي من ناحيه، حتى الوكل اللي تاكلي بيه العبي بيه. ماشي يا حاج.